Use the method of virtual work and determine the displacements of point C. النقطة اللي تحت ال P. E is a constant. محتاجين نجيب معادلة المومنت في كل سيجمنت في البيم. ده بشكل لل actual loads. هيكون هنا P وهنا P. يبقى المعادلة هنا زي هنا. هتكون P في X. فلو مثلا بدأت من السكشن ده من اكس واحد هيبقى بي اكس واحد، السكشن ده هيبقى بي اكس تلاتة. المومنت هنا في النص هيكون بي في ايه، يعني هنا هيبقى معادلة المومنت بي في اكس لغاية ما يوصل هنا يبقى بي في ايه، ويفضل ثابت وبعدين يقل هنا كده. يبقى هنا بي اكس واحد، هنا بي اكس ثلاثة، وهنا ثابت ملوش علاقة بالإكس، بي في A. طب هو عايز الديفليكشن عند نقطة C، أحط واحد هنا هيبقى هنا تلتين وهنا تلت. معادلة المومنت هنا هتبقى تلتين في إكس واحد. معادلة المومنت هنا نجيبها من الناحية دي، يبقى تلت في، أنا عايز القيمة هنا، هيبقى اتنين A ناقص إكس اتنين. لو بدأت إكس اتنين من هنا، احنا عارفين الدلتا تكامل الام نتيجة الفيرشوال لود في الكابيتال ام اللي هو نتيجة الاكتوال لودز على اي اي في دي اكس. بالنسبة للبارت الاولاني ده عندنا بالنسبة للام سمول تلتين في اكس واحد، وبالنسبة للكابيتال ام بي في اكس واحد. ده دي اكس واحد ومن صفر لايه. الجزء الثاني ده عندنا المومنت قلنا هنجيبه من الناحية دي، يبقى تلت اتنين A ناقص X اتنين، تلت اتنين A ناقص X اتنين. الأكتوال مومنت PA دي X اتنين، وبرضه من صفر لA لأن بدأت الـ X اتنين من هنا. الجزء الأخير ناخده من جزء من الطرف اليمين، هيبقى PX تلاتة في PX مرة تاني، هيبقى نفس الشيء تلت في اكس تلاتة، ما هو نفس الشيء تلت هنا، فتلت في اكس تلاتة في معادلة المومنت نتيجة الاكتوال لود اللي هو بي اكس تلاتة، برضه من صفر لإيه. طبعا هنكمل ده، يبقى تلتين بي ثابتة، وهنا اكس تربيع على تلاتة، من صفر لإيه بقى ايه تكعيب على تلاتة. ايه تكعيب على تلاتة في تلتين؟ يبقى تلت. وهنا هنكامل برضه، هنطلع التلت بره، يبقى اتنين ايه اكس اتنين. لا الاول نضرب ال بي ايه، نطلع ال بي ايه على تلاتة، وبعدين نكامل اتنين ايه اكس اتنين ناقص اكس اتنين على اتنين، ونعوض من صفر ال ايه، نعوض من ايه يعني بايه، ومرة بصفر ومرة بايه، نطرحهم من بعض. طيب هنا يبقى تلت اكس تلاتة تكعيب على تلاتة من صفر لإيه، زي دي بالظبط، لا دي تلتين ودي تلت، دي تبقى نص دي، نجمعهم على بعض هيطلع 5PA تكعيب على 6EI، وهيطلع بوزيتيف، وبالتالي حسب فرضنا لما حطينا يونت لود هنا لتحت فالديسبليسمنت هيكون لتحت، وقيمته هتبقى 5PA تكعيب على 6EI.